نتابع لقاء رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان مع المخاتير الأتراك في القصر الجمهوري، والذي حذر فيه من المؤامرات التي تحاك ضد تركيا لعرقلة مسيرة السلام ووقف نموها. بسيناريوهات تخريبية تستهدف تعايش الشعب في الأخوة، لكن سنكون يقظين ضد هذه المؤامرات وأنتم ستفشلونها، لأننا كأتراك وكرد وعرب وشركس وبوشناق ولاز لا نستطيع الانفصال عن بعضنا. ستقام الانتخابات بعد أشهر، ومن المحتمل أن نرى بعض المجموعات ستمارس التهديد في القرى وفي جنوب شرق البلاد ليسرقوا أصواتهم، لذا يجب أن نكون حذرين ونستمع إلى صوت ضمائرنا في هذا الخصوص.